قاسم صبحي استشاري القلب ومدير ضعف عضلة القلب في معهد القلب. النهارده اليوم ده مهم جدا في العالم كله، العالم كله خصص اليوم ده 8 و9 مايو للاحتفاء وزيادة التوعية بمرض عضلة القلب، لأنه المنظمات الصحة العالمية في العالم كله وجدت أنه ده وباء القرن 21 في أمراض القلب، أنه قدرنا نقضي بعد نسبة كبيرة على الوفيات التي تحدث من سبب جلطات القلب وتعددت العلاجات لارتفاع الضغط الدم، لكن بقيت مشكلة عضلة القلب مشكلة. وزي ما كنت قلت كذا مرة انه كل الابحاث بتقول انه في العالم كله انه 1-2% من مجموع البالغين في اي دولة في العالم معرضين للإصابة بهذا المرض. يعني في حسبة بسيطة لجمهورية مصر العربية فبنتكلم على عدد يزيد عن المليون معرض لهذا المرض. فنوعي الناس انه ده مرض مش نادر، مرض مش قلة، لكن انه في قد يصيب بالذات كل ما تقدمنا في السن، وانه لازم نتوخى الحذر عند حدوث اعراض معينه زي النهجان في طلوع السلم، الاحساس بالاختناق عند الاستلقاء في المساء، تورم الساقين. لازم الحاجات دي تستدعي ان احنا نستشير الطبيب المختص عشان يعمل فحوصات، لأنه قد تشير وقد لا تشير لوجود مشكلة في عضلة القلب. إنه أولا إنه مرض مش نادر، ثانيا إنه العلاج التشخيص المبكر بيؤدي لعلاج مبكر وقبل ما تتدهور الحالة، إنه لازم نحافظ على نفسنا من الأسباب هذا المرض اللي هي أساسا نتيجة جلطات الشريان التاجي اللي بتحدث نتيجة للتدخين ونتيجة لمرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول، نتيجة لإهمال علاج ارتفاع ضغط الدم، نتيجة لعدم التشخيص والعلاج المبكر للحمى الروماتيزمية وتلف الصمامات القلب. فدي حاجة. وانه الحاجة التانية انه يوجد تطور كبير في علاج عضلة القلب، ما بقاش مرض ملهوش علاج زي ما كان في 30 سنة فاتت، لكن حدث تطور كبير في فعالية الأدوية وفي حتى أجهزة بنركبها نوع معين من صمامات منظمات القلب، وكمان في جراحات بتصلح الصمامات أو بتصلح الشرايين، دي بتقي من تدهور الحالة.